بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن العلاج والعناية التمريضية للمرأة الحامل عند مرض السكر. طبعا يجب إدخال الأم الحامل للمستشفى في الشهر الثالث من الحمل، وذلك لتقدير كمية السكر في الدم والمحافظة على كمية السكر أيضا بالدم، ويجب مراجعة الطبيب المختص أسبوعيا بعد الشهر الثالث، وذلك لأن كمية السكر غير ثابتة وغالبا تزداد بصورة مستمرة مع تقدم الحمل طبعا. وأيضا مراجعة مسؤول التغذية أسبوعيا، وخاصة في الأسبوع 16 من الحمل، وأيضا مراجعة طبيب النساء عند الإصابة بالزكام أو علامات الحمل الصباحية مثل القيء والقثيان والدوار. وأيضا يجب تلافيا لبعض المشاكل التي تحدث أثناء الحمل مثل ما تكلمت عنها. يجب مراجعة الطبيب، وأيضا لمنع أنها تتأثر بهذه الأمراض. ويجب أيضا إدخال المريضة للمستشفى في الشهر 36 من الحمل، وخاصة الأم المصابة بالقيء المستمر بسبب تسمم الحمل مثلا وارتفاع الضغط العام في الجسم، ضغط الدم. ويجب على الطبيب السيطرة على ارتفاع ضغط السكر وضغط الدم، وارتفاع أيضا نسبة الزلال في الدم، وتجنبا كي تتجنب أي نوع من أنواع المضاعفات المستقبلية التي تؤثر على الجنين وتأثر على الجسم وتضعف الجسم بشكل عام وأيضا محاولة تعجيل الولادة بولادة صناعية أو عملية قيصرية. قريبا تجرى هذه العمليات في الأسبوع 36 من الحمل، كي تمنع أنواع من المضاعفات مثل موت الجنين أو موت الأم أثناء الولادة. أيضا هذه أغلب الأمور التي تكلمت عنها يجب الحرص عليها وكنصائح عامة بالذات للنساء التي مصابة بمرض السكر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي.